هسجل الاوديو هنا. اهلا بك عزيزي الطالب في مقرر مقدمة في الحاسب الآلي، المحاضرة الأولى، المكونات المادية للحاسب الآلي. اوكي، هنا ده صوت لمدة. اهلا بك عزيزي الطالب في مقرر مقدمة في الحاسب الآلي. الصوت ده تقدر تعمل له مونتاج، تقدر تخلي فيه فيد ان فيد اوت. طبعا ده موضوع يطول شرحه، واحنا مش موضوعنا الباوربوينت، المهم ان احنا عملنا ايه الصوت يعني. المحاضرة الأولى، ماشي الكلام. المكونات طبعا ده المادية للحاسب المفروض الآلي. ده ما بيظهرش يعني، ممكن انا اخده اطلعه بره السلايد. هو شغال بس الرمز ده ساعات بيعكسك بيظهر. طب انا سيبني اظهره، سيبنا هي غلاسه مني هحطه كده ماشي، عشان لو ظهر في الفيديو ابقى انا المره الجايه اطلعه بره كده. تمام الكلام اهو. فانا هاجي هنا اقول فايل سيف از، وهاخد المره دي فيديو جديد هنا ام بي 4. فين ام بي 4؟ فوق تقريبا في المنطقه دي ام بي 4، هو لما اكون عايزها ما بلاقيهاش. فيديو، وانا واقف عليها، والله واقف عليها وعمال ادور عليها. تمام، واقول القالب ده 2. انا كده طلعت فيديو باوربوينت بصوت. سيف اهو، سيف. هو هياخد وقت سنه ازيد شويه عن اللي قبله، مش قوي كتير عشان الصوت قليل برضه. هي المشكله في اول سلايد بس عشان فيها صوت. طبعا هو المفروض الصوت هيتكلم، والصوت ده بيأثر يا جماعه على الانيميشن. لاحظ ان في سلايد 2 الانيميشن مقفول، كله مقفول، اما في انيميشن 1 هنا الدنيا فتحت. يبقى في تلاقي في حاجات اول ما فتحتها مع الصوت اشتغلت معانا، اوتو، انه اشتغل اوتو مش عارف ايه. فطبعا احنا برضو هنبص هنشوف لو فيها برضو مشكلة في التايمر. انا عارف التايمر بتاعي قد ايه، ما هو بلاي باك، انا اقدر اشغل واشوف ومنتج واظبط. تمام، هنا خد بالك الستارت اون كليك دي مشكلة برضو، المفروض ان الستارت هنا يكون اوتوماتيكلي. تمام، بس انا برضو هشغل الفيديو عشان لو في مشاكل توضح لي قبل صلاة المغرب. ما عادش قدامي غير ربع ساعة، المفروض احنا خلصنا القالب، طلعنا منه بي دي اف، طلعنا منه فيديو، طلعنا منه فيديو بصوت. والمفترض بعد المغرب هناخد الحاجات دي نرفعها على البلاك بورد، والاسئله هنعمل الاختبارات بتاعتنا عشان نظبط وفق القالب. خلص، هو خلص، وادي الفيديو الجديد اهو. انا ما ظبطتش اوتوماتيكلي، قلت له عند الكليك. اهلا بك عزيزي بس الطالب اشتغل، بس المايك فين؟ في مقرر مقدمه في الحاسب الالي، المحاضره الاولى، المكونات المادية للحاسب الآلي. بس أنا عايزك تشوف حاجة بقى، شوف المدة 12 ثانية كاملة لسلايد 1 على قد ملف الصوت. معنى الكلام إيه؟ سلايد 1 كل لما تسجل صوت في شريحة يا دكتور هيخلي وقت الشريحة على قد الصوت، وبالتالي هيطلع عندك فيديو مثالي رائع بصوتك لطلابك وفق المعايير. هيقولوا لك بس اقصى عتاب ممكن تاخده، يقولوا لك يا دكتور صوتك يعني مش مذيع، صوتك يعني ما عايزين صوت حد تاني يعني. اكتر تقول لهم انا حر، انا الاستاذ وانا الدكتور ودي شغلي ودي صوتي، ما فيش. تمام، فحتى العتاب مش في محله يعني. يقول لك ممكن تستعين بصديق مذيع كده لغه عربيه، انت في كلمتين فلتوا منك كلام من ده، استعين بمتخصص، اقول يعني انت بقى تعدل الصوت. فخد بالك كل ملف صوتي طبعه سيؤثر على حجم الفيديو. هو حجم الفيديو ده كله كام؟ دقيقة و48. طب اللي قبله اللي كان بدون صوت خالص كان دقيقة و41، ايش معنى 41 و48؟ فرق 7 ثواني، هما فرق ملف الصوت اللي انا وضعته. واضحه يا دكاتره؟ قبل ما ارد على الدكتوره علويه. ايوه يا دكتوره، اهي بتسجلي بالصوت، سجلي بقى في الباوربوينت وفق القالب. سجلي يا دكتوره في كل سلايد، سجلي وطلعي فيديو، احنا عايزين فيديو الان مع التصميم،
مع بعض كده، ساعتها مش محتاجه تفتحي البلاك بورد تسجلي له جواه كده، تبعتي لطلابك الباوربوينت فيديو هو البي دي اف اللي هيطبعه، فيبقى في اتفاق ما بين البي دي اف والفيديو. اذا نفس التصميم، نفس التصميم، الفيديو شبيه بالاصوات اللي عليه، شاب انت بتشرح البي دي اف. تخيلي يا دكتوره ان الماده العلميه، يا دكتوره علويه، الماده العلميه هي البي دي اف، انت اديتهوله وانت مطالبه تشرحي له صوت في المحاضره، فاخدت الباوربوينت وعملت عليه اصوات وطلعت له فيديو، حطيت له البي دي اف والفيديو تحته، عنده الكونتنت وعنده الشرح. هو في احسن من كده؟ لو في حاجه تانية انا ما كده، مية مية نفس كل حاجه متظبطه. هو ده اللي احنا بنبتغيه من الاساتذه في جميع الاقسام العلميه في هذا الفصل، عشان الفصل القادم رسميا هتكون المقررات المفتوحه للشعب وفق القالب. بالتليفون يا دكتوره عزجد، والله هو احنا الاستراتيجيه بتاعتنا باوربوينت علشان انت تستخدميه في البرزنتيشن وتحطي فيه صوت وتطلعي منه بي دي اف، فدي استراتيجيتنا. في بالموبايل بقى لو عندك ابلكيشن يساعدك اوكي. في يا دكتوره علي، ممكن انت حر يعني، ممكن في ناس بتستخدم، وعلى فكره احنا بنعملها بالارتكوليت ستوري لاين يعني، وده اللي احنا هناخده الدقيقه دي. انا مثلا هنا عايز اعمل اكونت ارتكوليت ستوري لاين يعني، تعال هنا، ده ايميل تاني عندي، الايميل دوت انا عايز اروح لشركه ارتكوليت واعمل فيه اكونت مثلا نسخه تجريبيه، او انا عندي هنا الارتكوليت القديم عايز اعمل امبورت البي دي اف بتاعكم، يا ربنا يسهل ويجي مظبوط. تمام، ده القالب الجديد، انا هقفله اهو بصوته بكل حاجته سيف، وادي القالب القديم اللي احنا خلاص لغيناه ده، فاكرينه الدكاتره اللي اشتغلوا معانا قبل كده، يعني قالب غريب، قالب طولي وكنا بنتعب فيه والاساتذه بتتعب، كانت مرار، وكان لما استاذ يكتب لنا كل دي كتابه ارجع انا اقسمها يقول لي لا الحته دي هتهالي مع الحته دي والحته دي هتهالي مع الحته دي، لا خلاص الكلام ده كله اتلغى خلاص. تعالوا بقى ناخد الامبورت الباوربوينت جوه الارتكوليت ستوري لاين 3 القالب الجديد، وكان هو ده اخر واحد ده اللي احنا صممناه سوا، تعالى ناخده. هيتعمل له امبورت الان، بيتعمل له امبورت جوه الارتكوليت ستوري لاين. تخيلوا احنا هنعمل ايه؟ مش راضي فيلد امبورت. ليه بقى؟ عشانه عربي، في مشكله هنا ممكن تبقى في التسميه العربي دي. شوفوا الحركه اللي هعملها، خدوا بالكم من رساله الخطا دي، لان انا هحاول اعدلها لكم الان حالا، بتتعدل. اقفل ده، وما ده مش عايزه، النوت باد مش عايزه، خلاص شرحت اللي انا كنت عايز اشرحه عليه. هحل لكم مشكله الان خطيره جدا، الا وهي مشكله القالب الجديد. انا ليه مسميه قالب جديد؟ انا قررت اسميه نيو تمبليت مثلا، نيو، ومش هحط مسافه كمان، اندر سكور، لا ده هي النيو حتى غريبه كده، ادي نيو ها. مثلا وادي النيو تمبليت. كان عندي مشكله احنا في التسميه العربي في المسارات او المسافات ساعات في الارتكوليت ستوري لاين القديم يعني يعملها فيا، فانا قالب المستوى الاساسي ده الدرس الجديد، ماشي الكلام؟ فانا هخليه ليسون 1 او محاضره واحد، ادي ال 1 اندرسكور. انا طبعا ما عنديش ده كمبيوتر ساينس، ديت كمبيوتر ساينس 101 اللي انا اشتغلتها يعني، وانا هنا كنترول سي، ادي الفيديو اللي بالصوت، ده الفيديو اللي بالصوت، ايوه هو رقم 2، وادي البي دي اف اللي انا طلعته. ماشي، تعالى بقى تاني نجرب في الارتكوليت ستوري لاين النسخه القديمه قبل ما اعمل اكونت جديد يعني. هحاول اعمل امبورت تاني من نيو تمبليت، كله انجليزي اهوت، وادي الباوربوينت بتاع انجليزي برضو، واقول له اوبن.
بيلود اهو، بيريدنج باوربوينت، يبقى انت كده اه برضو عنده مشكله. ماشي، طب نشغل القديم. طب افتح واشغل من جوه، افتح واشغل نيو بروجكت كده واشوف هقدر اعمل امبورت للباوربوينت ولا لا. سيب ده اقفله، ده اقفل ده، هات دي نسخ مجانيه من الارتكوليت ستوري لاين، ما بتحتاجش تعمل لها حاجه يعني. فانا باجي هنا بعمل المفترض انسرت، فبقدر اعمل انسرت مثلا كليك يمين هنا وبعمل نيو سلايد وبعمل امبورت من جوه للباوربوينت. قد تكون يعني فيها شويه مشاكل هنا، تمام؟ ساعتها ممكن اصدر صوت انا هنا، انا عايز اجيبه بصوته يعني. لو قال لي نفس المشكله فانا عندي ممكن اعمل نسخه جديده بقى. انا في واحد يجي يقول لي طب انا مضطر يا دكتور عبد الرحمن استخدم ده، مضطر مش هقدر اجيب البرنامج التاني، هل انا ممكن اخد الشغل بتاعي صور اطلعه صور؟ اه تقدر تطلعه صور ورا بعضها. تعالى كده، ادي الباوربوينت بتاعنا، فايل سيف از، وادي جوه النيو تمبليت. هعمل فولدر جديد بس عشان شغلي ما يضيعش والدنيا تبوظ، واجي هنا اقول له هات لي جي بي جي، بس ساعتها هبدا استقبل انا كصور واخد جي بي جي اهو، واقول له سيف، هيقول لي كله ولا حته منه، اقول له لا اول سلايد. فانا طلعت كله صور الان، كله بقى صور، فانا جوه الارتكوليت القديم، فعايز انسرت تمام نيو سلايد اجيب امبورت، بس هنا بيقول لك بقى امبورت من حاجات محدده، لا ده انا اقدر انسرت صوره المره دي بيكتشر فروم فايل، وانا اجي هنا من نيو تمبليت، عندك النيو وعندك ده، تقدر تاخد الصور كامله اللي انت عايزها. هنا المقاسات بقى، خد بالك ان المقاس بتاع الباوربوينت ليه ريزولوشن، يعني انت عندك مقاس لده. طبعا المقاس في الاصل عندك، طبعا انت عندك من اكتر من مكان تقدر تتعامل في شغل الديزاين. طبعا الفيو بتتعامل مع الجريدنج والامور دي والهوامش والامور دي كلها، وعندك هنا الديزاين، وعندك سلايد سايز في الاساس اللي هي السايز بتاعها متاخد 33 سنتيمتر في 19 مش عارف ايه، تمام؟ فانت ممكن انت عارف السايز بتاعك وانت هنا شغال، بيبقى برضو عندك مقاسات للسلايد بتاعك. فانت طبعا عندك هنا في البريفيو لا دي البريفيو دي البلاير، تجيب البلاير، بس طبعا البلاير هنا في عنده مشكله، ده طبعا نسخه قديمه فيها ايرورات. فاللي بقوله لك برضو لو انا فتحت النسخه الاقدم منها، تمام، كل دوت لو في مشاكل بجيب لك بقى النسخه الجديده، بجيب مشروع جديد انا هنا، وبتروح للبلاير، النسخه الاقدم دي المفروض تكون مستقره يعني. يعني أسوأ ما في الأمر، طبعا هو كان معتمد على الفلاش البرامج القديمة دي، فتلاقيها معصلجة حبتين.